بنصبح على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، زي ما عودنا حضراتكم كل يوم جمعه بيبقى في فقره بنتكلم فيها عن اخر اخبار الرياضه ووصلنا لفين في كمان منتخبات الوطنيه. تعالوا نروح مع حضراتكم لدوره الالعاب الاولمبيه الصيفيه 2020 واللي بتعرف بطوكيو 2020. تم تاجيلها بالتاكيد لظروف جائحه كورونا العام الماضي، وصمم كل القائمين على يعني هذا او هذه المشاركه الكبيره جدا من مختلف يعني الأندية ومن مختلف كمان الرياضات المختلفة عن تحديد موعد أقصى صيف 2021 لإقامة يعني طوكيو 2020 ودورة الألعاب الأولمبية، واللي بتسمى أيضا تم التصميم على تصميمها أيضا بطوكيو 2020. لو لم تقام لتم إلغائها كما صرح رئيس اللجنة الدولية. نروح بقى مع حضراتكم مع اختيار مصر من ضمن طبعا الوقفات الرياضية المهمة جدا اللي هتتصدر المشهد الرياضي، واللي هنشوف مع حضراتكم عدد من الأندية المصرية اللي بتشارك في منتخب مصر طبعا الأولمبي في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020، وتفاصيل بقى كتير جدا لقراءة المشهد الرياضي هنكون مع حضراتكم فيه مع الأستاذ ياسر قاسم رئيس قسم الرياضي بصحيفة المساء. صباح عليك، أهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وصباح الخير على مصر كلها، وصباح جميل إن شاء الله. أهلا بحضرتك. قرعة أولمبياد طوكيو تم اختيار مصر فيها، منتخب المصري من ضمن المنتخبات المؤهلة لهذه الأولمبياد، واللي في الحقيقة منتظرينها بشكل كبير. العالم كله منتظر أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها في 2020، واللي أصر القائمين عليها على مسميها بنفس الاسم طوكيو 2020 بعد أن تم اختيار طوكيو اليابان هي اللي هتقوم بتنظيم أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن كانت في ريو دي جانيرو في 2016 تم إن شاء الله الاختيار والتوقيع على طوكيو 2020. الناس بتنتظرها بشغف كبير جدا وتفاصيل كتير جدا لإقامتها. أتكلم مع حضرتك في البداية كده عن اختيار مصر من ضمن المنتخبات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. طبعا مصر يمكن قبل القرعة اللي جرت يوم الأربعاء الماضي كانت ضمن في المستوى الثالث لترتيب المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020. والتصنيف ده كان بناء على النتائج السابقة لكل منتخب قدر ان هو يتأهل لهذه الدورة الأولمبية، فكان احنا في المستوى الثالث بالنسبة قبل اجراء القرعة. طبعا احنا جه معانا في المجموعة منتخب اسبانيا، منتخب الارجنتين، منتخب استراليا. منتخبات طبعا بالتحديد اسبانيا والارجنتين يمكن الناس هي المتخوفة من مواجهتنا لهذين المنتخبين، على اعتبار ان طبعا مصر هتبقى في المجموعة الثالثة مع الارجنتين واستراليا واسبانيا. طبعا يمكن في نوع من القلق بعد القرعة على اعتبار ان الكرة الاسبانية والكرة الأرجنتينية من أقوى مدارس الكرة على مستوى العالم، وليهم نتائج طبعا كلنا عارفينها في بطولات كأس العالم وفي البطولات القارية. ويمكن الكرة الأسبانية في الفترة الأخيرة كان عندها صحوة جديدة جدا جدا سواء على مستوى الأوروبي أو على مستوى العالم. وطبعا الأرجنتين يمكن ده منتخب غني عن التعريف أو اسم غني عن التعريف، الكرة المدرسة الأرجنتينية أو التانجو زي ما بيطلقوا عليها في لغة كرة القدم، ده منتخب عالي جدا جدا طبعا، واحتمال كبير ان يكون معاهم ميسي في هذه الدورة باعتبار ان المنتخبات الأولمبية بيسمح لها بكل منتخب بمشاركة او بقيت 3 لاعبين فوق السن الأولمبي اللي هو لحد 23 سنة. اختيار مصر مع المنتخبات الثلاثة اعتقد وضعها في موقف ربما يكون مقلق بشكل كبير جدا. هو اختبار قوي، هو اختبار قوي، لكن اذا كنا بننظر لاسبانيا والارجنتين فيجب ان احنا ما نغفلش ايضا المنتخب الاسترالي اللي الكره بتاعته مميزه. لكن اعتقد ان منتخب مصر مع التدعيم اللي هيكون بالثلاثه اللعيبه الكبار اللي هيختارهم شوقي غريب المدير الفني، اعتقد ان احنا ممكن يبقى في امل ان احنا نقدر نتأهل للدور الثاني في الأولمبياد، لأن كرة القدم يعني ملهاش قاعدة ثابتة، ما تعرفش حاجة اسمها مستحيل. بقدر ما هتبذل من جهد داخل الملعب هتقدر ان انت
تحقق نتائج إيجابية. وإحنا عندنا جيل، الجيل بتاع المنتخب الأولمبي ده جيل مميز، فيه لعيبة مميزين جدا، في رمضان صبحي مثلا على سبيل المثال مرشح كبير جدا، أو إن محمد صلاح يكون موجود مع هذا المنتخب ده هيكون إضافة قوية إذا وافق نادي ليفربول الإنجليزي إن هو يتواجد مع المنتخب. وأعتقد إنه يعني مع المفاوضات مش هيكون في صعوبة في تواجده مع المنتخب، هيكون في حارس مميز زي محمد الشناوي اللي برضو أعتقد إنه هيكون طبعا من ضمن اختيارات شوقي غريب لتدعيم صفوف المنتخب، ودي لعيبه عندها خبرات، لعيبه تقدر تقود لعيبه المنتخب الاولمبي ان هم يحققوا نتائج ايجابيه. في حال تاهل منتخبنا عن المجموعه الثالثه، الخطوه الجايه اللي هي المجموعه الرابعه ان شاء الله برضه يعني هيبقى الموضوع مش سهل اكيد على المنتخب، وتحدي تاني اكبر بكتير. بص حضرتك طبعا هو يعني اذا الكابتن شوقي غريب يمكن يعني فكر بهذا المنطق بان هو من دلوقتي هيفكر في ما بعد الخطوه الاولى يعني الى بعد مش ده مش تفكير بس صحيح، بس ده بيتحط برضه من ضمن الحسابات، لكن الحسابات مؤجله شويه يعني. هو المهم عندنا دلوقتي ان احنا نعدي يعدي المرحله الاولى، يعدي الدور الاول، يعدي اسبانيا والارجنتين، وبعد كده يبص على المرحله اللي بعدها، لان برضو ما حضرتك ما تعرفيش مين اللي هيتاهل قدامك يعني. يعني كل المفاجات وارده، والسن ده تحديدا بتحصل فيه مفاجات كتير سن المنتخب الاولمبي، يعني مش شرط ان يبقى مثلا منتخب الارجنتين يبقى هننزل ويلعبنا ولازم يكسبنا، مش بالضروره، لان كل جيل او كل سن بتختلف مهاراته وامكانياته عن الـ يعني الـ 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 السن اللي قبل او السن اللي بعده. استعداد لطوكيو 2020 والمنتخبات اللي كانت اللي تم يعني الارساء عليها، اكيد تم دراسه كده المنتخبات اللي هتكون منافسه معانا او بشكل كبير، الخطط الحاجات اللي بتقوم عليها يعني التكتيكات اللي بتقوم عليها المباريات مع المنتخبات دي. ايه اهم النقاط اللي ممكن نكون اشرنا ليها وفيها توعيه للمنتخب الوطني المصري؟ اكيد دلوقتي طبعا الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي هيبتدي بقى يجمع، ما كانش جمع بالفعل لمنتخب شرايط فيديو او تسجيلات لمباريات لمعظم المنتخبات، لكنه دلوقتي هيركز على المنتخبات اللي هيواجهها في الدور الاول، اسبانيا والارجنتين واستراليا، وهيبتدي يجمع معلومات، ولو ما عندوش معلومات هيتصل بالسفاره المصريه في الدول ديت عشان يبعتوا له تسجيلات للمنتخبات ديت، ويعرف ابرز اللعيبه في كل منتخب ويقدر ان هو يضع الخطط المناسبه من الان، يفكر هيعمل دراسه متانيه جدا لكل نقاط القوه والضعف لكل منتخب هنقابله، سواء المنتخب الاسباني او الارجنتيني او الاسترالي، عشان ما يبقاش المنتخب بالنسبه له مجهول. وايضا اكيد هيتابع كل منتخب هيدعم صفوفه بمين من اللعيبه الكبار اللي هيبقوا موجودين، لان اللعيبه الكبار يعني اعتقد هيبقى ليهم دور كبير ويقدروا يصنعوا الفارق في مثل هذه المباريات من خلال خبراتهم وامكانياتهم ومهاراتهم. الكره الاسبانيه في العموم يعني كره بتعتمد على القوه البدنيه في المقام الاول، الكره الارجنتينيه قوه بتعتمد على المهارات، مدرسه بتعتمد على المهارات واللعب الجمالي زي الكره بتاعتنا كده تقريبا. المنتخب الاسترالي منتخب يعني مدرسه برضو بتعتمد على القوه، ما عندهاش مهارات عاليه جدا زي الكره المصريه. كل الحاجات دي والنقط دي اكيد كابتن شوقي غريب هيدرسها ويعمل بيها فايل، ويقدر ويبتدي ان هو مع كل تجمع المنتخب الاولمبي قبل الدوره الاولمبيه اكيد هيبتدي بقى يحفظ اللعيبه يعملوا ايه بالظبط في الماتشات. تحدي كبير قوي السنه دي اولمبياد طوكيو 2020، احنا لسه ما زلنا في جائحه كورونا، والتحدي كبير قوي للحفاظ على اللاعبين، على صحتهم، على التفاصيل الخاصه قبل الماتشات وكل التفاصيل بقى الاستعداد لهذه البطوله الكبيره جدا دوره الالعاب الاولمبيه. شايف حضرتك ايه اهم الحاجات اللي ممكن تكون مصر بتعمل احتياطاتها علشان خاطر تدخل الدوره دي بنجاح جدا والتاهل يكون موجود بنسبه كبيره جدا والمنتخب الوطني يتاهل في هذه الدوره؟ يعني يمكن دوره الالعاب الاولمبيه دي طبعا تعتبر اكبر حدث رياضي على مستوى العالم، بتعمل كل 4 سنين، بيبقى في جميع الرياضات المختلفة طبعا للجنسين سواء الرجال أو السيدات، يعني بيبقى تظاهرة دولية عالمية ضخمة جدا جدا جدا، عشان كده مش بتسند لأي دولة تنظيم الدورة الأولمبية، لازم يكون عندها استعدادات قوية جدا. مصر الحمد لله نجحت
في التأهل للدورة الأولمبية في معظم الرياضات. و ايه يعني جميع الرياضات الفرديه تقريبا اتاهلنا فيها، السباحه، السلاح، الرمايه، القصف والسهم، التجديف، الكانوي والكياك، الكاراتيه، طبعا كره اليد كلعبه جماعيه ثانيه مع كره القدم. في رياضات كلها تقريبا او معظمها احنا اصبح لينا ممثلين في هذه الدوره الاولمبيه. المنافسه او عدم المنافسه طبعا ده بيتوقف على مجريات الاحداث في الدوره ذاتها، لكن احنا عندنا بعض الرياضات اللي الدوره اللي فاتت كان لينا فيها ميداليات، وحاطين امل على ان يكون لينا ايضا ميداليات في هذه الدوره، زي الملاكمه، زي التايكوندو، زي المصارعه. حلو. رفع الاثقال طبعا يمكن موقوفه، المشاركه المره دي اكتر من ريو دي جانيرو. احنا بنشارك دايما في اللعبات الفرديه باكتر من لاعب، يعني اللعبات الفرديه بصراحه بتقدر ان هي تتأهل سواء من خلال بطولات وميداليات اكتر او من خلال بطولات افريقيه، لكن المنافسه في الدوره الاولمبيه بتبقى منافسه شرسه جدا جدا طبعًا. لان اللعيبه اللي بتبقى داخله دي بتبقى عامله استعداد من 4 سنين فات، يعني صح. ما بتستعدش قبل الدوره الاولمبيه بسنه، لا ده طبعًا. بيبقى في بروجرام ماشيين عليه، بمجرد ما بتنتهي الدوره الماضيه بيبتدوا يستعدوا للدوره المقبله، فبيقعد 4 سنين في حرفيه شديده وانتقاء شديد طبعا في اختيار اللاعبين. الموضوع بيبقى طيب صعب. طيب اروح بقى مع حضرتك للاختيار، الحكم الدولي محمود عاشور في القائمه النهائيه للمشاركه في اولمبياد طوكيو 2020، ايه التفاصيل الموضوع ده وده ممكن يشير الى ايه بشكل كبير؟ اكيد طبعا التفاصيل ان الاتحاد الدولي لكره القدم بيعمل اختبارات بيعمل اختبارات من خلال اختيارات معينه، ترشيحات للاتحادات للحكام اللي هو محتاجهم في اداره المباريات، سواء في حكم ساحه او حكام مساعدين او حكم رابع او حكام الفار. طبعا دلوقتي مع تطبيق الفار خلال المباريات الدوليه فبيحصل عمليه اختيار، وبعد كده بعد الاختيار او الترشيح من الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي بيتم اختبارات للحكام اللي تم اختيارهم. اذا اجتاز هذا الاختبار اكيد بيكون من الحكام اللي بينضموا رسميا لاداره مباريات الدوره الاولمبيه في كره القدم في طوكيو 2020. محمود عاشور طبعا الحمد لله ان هو قدر ان هو يجتاز هذه الاختبارات وقدر ان هو يتم اختياره ويتواجد. طبعا ده بيبقى شيء مشرف للكره المصريه، يعني ان يكون في ممثل للكره المصريه عامه وللتحكيم خاصه موجود في المحفل الدولي، ده بيدي انطباع جيد ان الحكام المصريين على مستوى عالي وان الحكام المصريين قادرين ان هم يديروا مباريات، وحتى لو كان من خلال الفار، لان حكم الفار دلوقتي كلنا عارفين مدى اهميته في المباريات. يعني حكم الفار دلوقتي يقدر من خلال برضو وجهة نظره او من خلال رؤيته او من خلال قراره انه في فريق يكسب وفريق يخسر، خصوصا ان بقى في لعبات يعني مصيريه اثناء المباريات نفسها، سواء صحيح. ضربات جزاء او طرد لاعبين او الكلام ده كله، كل ده بيبقى يقع في الجزء اكبر منه على عاتق حكم الفار. يعني حكم الفار طبعا عشان كده حكم الفار لازم يكون على مستوى عالي جدا، عالي جدا صحيح. طبعا يعني مستوى لا يقل عن حكم الساحه. تقييمك يعني للقاء القمه الاخير اهلي والزمالك، واللي كان ايضا الحكم فيه مصري، وبعد يمكن عوده للحكام المصريين بشكل كبير تاني، كنا طبعا شايفين المشهد اكتر كان الحكام الاجانب، العوده تاني ولقاء القمه الاخير، ايه كده التحليل لوجوده وقد ايه ممكن نقول ان هو ادار اللقاء بشكل جيد جدا؟ لا هو طبعا لقاء القمه الاخير حكم المباراه محمود البنا طبعا اخذ درجه امتياز، يعني كان حكم ادار المباراه بشكل عالي جدا جدا، اداؤه ومستواه وحضوره داخل الملعب وسيطرته على الاجواء وعلى اللعيبه، لا حكم متميز للغايه وقدر ان هو ينجح ويتخطى هذا الاختبار بامتياز. طبعا كان في نوع من المغامره قبل المباراه ان انا ابتدي ارجع تاني الحكام المصريين لاداره مباراه الاهلي والزمالك بالتحديد، لان هي المباريات الوحيده اللي كان يعني دايما بيبقى في عليها جدل، ودايما الناديين بيبقوا طالبين حكام اجانب سواء عرب او اوروبا ان هم يجوا يديروا هذه المباريات عشان الحساسيه وعشان الجمهور والكلام ده كله. لكن
قدر اتحاد الكرة او اللجنة الموجودة اللي بتدير اتحاد الكرة دلوقتي ان هي تتخذ قرار وتنفذ على وتصر على تنفيذه، وهو اعادة الحكم المصري مرة اخرى لادارة مباراة الاهلي والزمالك، خصوصا ان الاجواء يعني مناسبة، ما فيش ضغوط جماهيرية في الجمهور ما بيحضرش. تمام صحيح. فالمفروض ان الحكم يستعيد الثقة. الجمهور هو جزء كبير من نجاح اللعب، يعني الجمهور هو روح المباراة والتفاعل وكل حاجة. طبعا هو روح المباراة في المدرجات، بس طبعا ظروف جائحة كورونا هو ده اضطرار، يعني ده احنا مسيطر على العالم كله. بالظبط. يعني طيب اروح بقى مع حضرتك لقاء القمة ما بين النادي الاهلي والزمالك، وطبعا فوز الاهلي على الزمالك، وايضا الماتش اللي ما بين الاهلي وسموحة. الحقيقه الاثنين بيدينا، والاهلي طبعا خسر امام سموحه، الاثنين بيدينا اشارات غريبه. طب ازاي الاهلي كان هنا مسيطر جدا وفاز على الزمالك، وبعدها ما فيش خسر قصاد سموحه؟ تفسر ده بايه؟ هو مباراه، يعني مباراه الاهلي والزمالك دايما ما ينفعش تتربط بمباريات اخرى، لان مباريات الاهلي والزمالك مع بعض بيبقى ليها ظروف خاصه يعني وحسابات تانية خالص، وفي دوافع بتبقى عند الفريقين مختلفه تماما عن اي مباراه تانية بيلعبوها. يعني هي في ورا بعض على طول. يعني يمكن الناس كان عندها ايه، لا يعني خلاص بقى الاهلي سيطر في كل حاجه. هي في المقام الاول مباراه الاهلي والزمالك دي بتبقى بطوله خاصه بينهم وبين بعض، بعيدا بقى عن منافسه على الدوري او منافسه النقط او الكلام دوت، هي بطوله خاصه بين الناديين. فبيبقى في دوافع تانية عند اللعيبه غير غير ان هو بيلعب في الدوري او عايز ياخد ثلاث نقط، او لا انا عايز اكسب سواء اهلي او زمالك، انا لعيب عايز ارجع تاني اخد نجوميه عند الجمهور من خلال ادائي في مباراه الاهلي والزمالك بالتحديد. يعني لعيبه عايزه تزود شعبيتها، يعني في حسابات تانية خالص مختلفه بمباراه الاهلي والزمالك. مباراه الاهلي وسموحه طبعا لعب مباراه عاليه جدا من الجانب التكتيكي، وقدر ان هو يعني ظروف خدمته، قدر ان هو الفرص اللي جات له ان هو يستغلها ويستثمرها كويس جدا، خصوصا في الجون اللي قدر ان هو مبكر اللي جابه في الشوط الاولاني ده، ادى لعبته ثقه عاليه جدا. بجانب ان طبعا نشوه الفوز اللي حققها النادي الاهلي على الزمالك قبل مباراه سموحه بيومين ثلاثه دي، يعني بتخلي اللعيبه تريح في المباراه اللي بعدها، حسيته بالثقه بقى نازل. نازل عنده ثقه اكتر من اللازم. في نوع من عدم الاحترام للمنافس، ان المنافس ده انا لسه كسبان الزمالك، فانا يعني اللي هلعبه بعد الزمالك لا خلاص انا هكسبه حتى لو مش هلعب. طبعا ده كلام خاطئ جدا جدا، المفروض ما يحصلش. طبعا حافظ على مستواك على قدر الامكان طبعا، لان يعني الجمهور بيبقى متعشم قوي وبعدين دايما في المباريات الخاصه ماتشات الدوري هذا الموسم المنافسه قويه جدا، ومتوقع ان اي فرقه تنزل في اي مباراه تتعادل او تخسر مهما كان الفارق في المستوى او حتى الفارق في الامكانيات بين الناديين. يعني النهارده اللي مضيع نقط من الاهلي والزمالك انديه مش عايزين نقول صغيره، لكن انديه يعني ما هياش بحجم الاهلي والزمالك، يعني لما يبقى البنك الاهلي، يبقى غزل المحله، يبقى وادي دجله، الانديه اللي هي لسه مبتدئه بتصارع، لا بتصارع في الهبوط، دايما بيبقى املها ان هي تقعد في الدوري، يعني مش بتنافس على الدوري، املها ان هي تقعد في الدوري، هي اللي مضيعه نقط من الاهلي والزمالك هذا الموسم حتى الان. يبقى اذا مفيش مباراه مضمونه، الجهد والعرق داخل الملعب هو اللي بيحدد مين يكسب ومين يخسر. احنا يعني واحنا بنين عايزه، بس مش عايزه انهي مع حضرتك غير لما نقول انتقال طبعا الكونفدراليه الافريقيه وتاهل بيراميدز لربع نهائي البطوله، شايف التفاصيل ايه والمستقبل بقى كده الفتره اللي جايه، او اللعب كده الفتره اللي جايه البيراميدز هيكون شكله ايه بعد بيراميدز؟ بيراميدز طبعا امكانياته الماديه وامكانياته الفنيه من اللعيبه الموجوده داخل الفريق يعني توحي او ان هو لازم يقدم اكتر من كده، يعني او المكان اللي هو فيه دلوقتي مش بتاعه، يعني كون ان هو يتاهل في دور الثمانيه للكونفدراليه ده الطبيعي، ده الطبيعي جدا بالنسبه لفريق زي بيراميدز، ما هوش انجاز يعني، ما يعني او ان هو حتى بعد كده يكمل مشوار البطوله ويوصل لدور قبل النهائي ويلعب على النهائي تاني للسنه الثانيه على التوالي، ده شيء طبيعي جدا ان بيراميدز لازم يعمل كده، ما هوش لان لما لعيب يبقى فرقه يبقى فيها عبد الله السعيد وفيها رمضان صبحي وشريف اكرامي ولاعيبه كبيره جدا، لا لازم تعمل ده.
أخيرا وأنا بختم مع حضرتك، مهم جدا نوجه طبعا خالص الدعاء والرحمة والمغفرة ل يعني إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة السابق ومنتخب مصر الأسبق ولوفاته المنية هذا الأسبوع. نتقدم ليه ولأسرته بخالص العزاء والرحمة والمغفرة لي يا رب في هذه الأيام المباركة. أنا بشكرك جدا الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بصحيفة المساء، كنت معي، شكرا جزيلا لإلقائك الضوء على المشهد الرياضي، وكل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعة اليوم، ونشوفكم بكرة على ألف خير.